ربنا، بشكر ربنا. وقبل اي حاجه انا بعد الفوز ده للكابتن محمود الخطيب، احنا جينا يوم الاثنين اتفقنا البطوله دي هناخدها عشان نديها للكابتن محمود الخطيب شخصيا، ان شاء الله هنديها له. احنا بنروح البيت الساعه 2 الساعه 3 بنحلل الماتش اللي احنا لعبناه وبنحلل الفرقه الثانيه. بشكر الجهاز كله وبشكر اللعيبه، وان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى في لعيبه في الدرجه الاولى من 2006 ان شاء الله. لا اقدر اقوله لك الف الف مبروك للناس كلها، الف مبروك للنادي الاهلي، مجهود كبير، احنا تعبانين اصلا فما من الاول. احنا لعبنا 5 ماتشات لـ4 مع الدول الاوروبيه كلها، القرعه ما ساعدتناش، احنا واخدينها كل يوم كل يوم كل يوم على كده، يا دوبك ما ريحناش غير هو يوم واحد. فالحمد لله رب العالمين. انا حابب اشكر الناس كلها، كابتن خالد، مستر مايكل، على كل الدعم اللي كان معانا، والحمد لله رب العالمين هي تمت معانا على خير ووصلنا للنهائي النهارده. طبعا والحمد لله رب العالمين. على كل حال هي بصراحه الجهاز كله خلال الموسم كله تعبان في الشغل، وكمان بالاضافه برضو الولاد، ممكن الحظ ما حلفناش في موضوع ان احنا الدوري وزد والكلام ده، بس كون ان انت تاخد بطوله دوليه زي دي وتتغلب على كل المدارس الكرويه بالنسبه لاوروبا، بالنسبه لهولندا، بالنسبه لانجلترا، بالنسبه لليونان، بالنسبه للبرتغال، فانت بتقول ان احنا الحمد لله الحمد لله في هنا شغل كويس جدا ومدربين كويسين جدا بيخلصوا في الشغل، وعندهم عندهم فكر وعندهم حاجه بيقدموها للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي وكل مصر. الف مبروك للنادي الاهلي ومواليد 2006 وكابتن سيد غريب والجهاز الفني اللي تعب معانا كله. من اول ما نزل جدول البطوله احنا شفنا الفرق اللي هننزل هنشتغل عليها في البطوله، شفنا المجاميع بتناكس والفرقه فاينورد. الكابتن سيد قال لي هنقعد نحلل الفرق فنيا، اتغلبنا على فاينورد الدور الاولاني، توقعنا التكتيك بتاعهم هيتغير واتفرجنا عليهم اكتر من ماتش، الحمد لله ربنا وفقنا. اللي احنا نبص عليهم في نقاط الضعف بتاعتهم واستغليناها الحمد لله رب العالمين، فضل ونعمه دايما. فضل من الله سبحانه وتعالى علينا. طبعا احنا مش جديد على النادي الاهلي، ده النادي الاهلي هو معودنا على كده، واحنا اولاد النادي الاهلي. طبعا احنا شغالين بمنظومه علميه وفكر علمي، احنا لاعبين 4 ماتشات في اقل من 6 ايام، فده اكيد مش من فراغ، ده من شغل وتعب وتخطيط حمل بدني وريكفري واستشفاء، كل الكلام ده فكر علمي، احنا ما بنعملش غير ان النادي الاهلي معودنا عليه، وده مش جديد على النادي الاهلي. والف مبروك للنادي الاهلي والمجلس اداره. الحمد لله رب العالمين. اولا الف الف مبروك للنادي الاهلي، مجلس ادارته، مشجعيه، مدربين، الجهاز الفني، الولاد اللي كانوا فوق الهايلين ما شاء الله. الجهاز الفني كله كان الحمد لله ليه دور واثنين وثلاثة، ريحني أنا كدكتور إن أنا أقدر أبقى في 5 أيام 6 أيام لاعبين 4 ماتشات قدام 4 أو 3 مدارس أوروبية مع وإحنا لاعبين قبلها ماتشات دوري. لو إحنا الحمد لله رب العالمين مش معانا الجهاز ده ومش تعبانين كانش الولاد وقفوا لغاية الفترة دي لغاية آخر ماتش، بنعمل سبرنتات الحمد لله واقفين على رجلينا. الحمد لله.